جاي وراك على الحارق. أبو العز جمع أهل الحارة. ما لك أي اعتبار لكلامي لك يا فهد؟ ليك خاتون طلعت متجوزة. وكريم مش قادر يسيطر على أعصابه. مش مقبول السايبة يكون منطرنا على نار بلا ما يخبرنا شو اللي عم يصير. أنا ما رح أسكت على هذه إلي أبداً. أنا هلا رايح على الأمر. ضربة جديدة عم بيحضر الزيبق. الضرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت. واللي بيهاب الموت ما له مطرح بيناتنا. خاتون طيلة شهر رمضان المبارك 11 وربع على الـ MTV.